مفيش وقت يا مصريين، خلاص مفيش وقت. مرحلة الوعي والتوعية وإن كل واحد فينا ينبح في صوته لوحده ونصرخ من خوفنا على بلدنا، خلاص المرحلة دي عدت بالفعل. الناس اللي كانت بتشكك في كلامنا وتقول إن إحنا بنوهمهم بنظرية المؤامرة، قول لهم خلاص المؤامرة جات لك لحد عندك وإنت عايشها بالفعل. ولو مش مصدق بص على حدودك الشرقية شوف مين واقف لك هناك. لما يعروا حدود بلدك جبهة جبهة من الشمال للجنوب للشرق للغرب وفي الآخر يوقف لك على الحدود الشرقية، يبقى جه الدور على بلدنا، يبقى جه الدور على مصر يا مصريين. لما دولة بحجم مصر، مصر بلدنا، تطلع تخاطب شعبها على الملأ وتقول لهم بالفعل إن في مخطط على مصر وإن في مؤامرة بالفعل على مصر وبالأخص على سينا، اعرف بالفعل إن بلدك بتستنجد بيك. لما تطلع القيادة السياسية بتاعتك وإنت عارف إن هو كتوم ما بيتكلمش كتير ويطلع يقول لك إن في مخطط على مصر وإن في خطر بالفعل على مصر وبالأخص على سينا، اعرف بالفعل إن في مصيبة وفي كارثة كبيرة جاية. لما تطلع القيادة السياسية بتاعتك وتؤمر الجيش المصري بعمل عرض عسكري بالحجم ده عشان خاطر يوصل رسالة لأي دولة معادية والرسالة دي بالفعل توصل لهم وما توصلكش أنت يا مصري، يبقى أنت غلطان في حق بلدك. لما يحاولوا يعملوا حالة غليان في الشارع المصري وحالة من الفوضى عشان خاطر يشتتوا الأجهزة الأمنية باللي بيحصل على الحدود، يبقى الضربة جايالك يا بلدي من كل حتة من بره ومن جوه، واحنا ما نفوقش الحاجة زي كده، يبقى احنا غلطانين في حق بلدنا. اخواتي المعارضة الشريفة، اخواتي المعارضة الشريفة، اطلع اتكلم كلمة حق في حق بلدك. عارف انك خايف، خايف زي ما انا كنت خايف زمان، خايف يتقال عليك ان انت سبت صفوف المعارضة. الموضوع دلوقتي مش موضوع معارض ومؤيد، الموضوع دلوقتي موضوع مصر. لا قدر الله البلد دي لو حصل لها حاجة هنضيع كلنا. الحقيقة اللي لازم الكل يكون عارفها في المرحلة دي وفي الوقت ده ان لازم كل واحد فينا يكون جندي من جنود البلد دي. والحقيقة اللي لازم الكل يكون عارفها في المرحلة دي ان لازم رئيس جمهورية مصر العربية في المرحلة القادمة يكون رجل ذو خلفية عسكرية وليس رجل مدني. والحقيقة اللي لازم الكل يكون عارفها في المرحلة دي ان في مخطط، والمخطط ده ليه اطراف داخلية واطراف خارجية. أطراف داخلية مهمتهم عمل حالة من الفوضى في الشارع المصري وعمل حالة من الغليان في الشارع المصري عشان خاطر يشتتوا الأجهزة الأمنية باللي بيحصل على الحدود ويخلوها ما تشتغلش بكامل قوتها. وأطراف خارجية وإحنا طبعا عارفينهم هم مين، هم الخمس ستة أشخاص اللي معاهم تصريح بمزاولة مهنة الخيانة على مصر من خلال إحدى القنوات التابعة لإحدى الدول الأجنبية. ومهمتهم إن هم أي حد يطلع يتكلم كلمة حق أو يوعي الناس على خطورة المخطط دوت إن هم يسكتوه. لو حد طلع يتكلم في فيديو زي كده عشان خاطر يسكتوه هيتقال عليه إن هو معرض، ولو حد طلع كتب كلمتين على صفحة هيتقال له أنت لجنة، ولو حد نزل الشارع من حبا في بلده هيتقال له أنت خدت كرتونة، ولو حد نزل يصرخ في الشوارع عشان خاطر خايف على بلده هيتقال له أنت خدت 200 جنيه. لكن وحياة ترابك يا مصر، وحياة ترابك يا سينا ياللي اترويتي بدم المصريين، لنعمل لهم ملحمة وطنية العالم كله يتحكى بيها. في صفحة على الفيس اتعملت اسمها ارفع لهم علم مصر عشان خاطر بيخافوا منه. يلا من دلوقتي نتجمع من خلال الصفحة دي وهنوصل رسالة للعالم كله ان الشعب المصري وقت الخطر بيبقى ايد واحدة وبينسى كل خلافاته. وهنوصل رسالة لأي دولة معادية إن هي لو فاكرة إن الجيش المصري 1,200,000 ولا 1,300,000، الجيش المصري وقت الخطر بيبقى 100 مليون. وهنطمن الأجهزة الأمنية وهنطمن القيادة السياسية إن الجبهة الداخلية في مصر ليها شعب يحميها، وخلوهم هم بكل طاقتهم على الحدود وما لهمش علاقة بالجبهة الداخلية. لو دلوقتي هتتجمع معانا على الصفحة ومش هتقدر إن أنت تقول تحيا مصر وتبقى طالعة من قلبك ما تجيش معانا. لو هتقدر ان انت تنزل في اي وقت لو بلدك احتاجتك تعال معانا. وكل ما هيزيدوا في خيانتهم كل ما هنحب بلدنا اكتر وهنخاف عليها اكتر. ارفعوا لهم علم مصر، ارفعوا لهم علم مصر عشان خاطر بيخافوا منه.